السلام عليكم الصوره دي لجزء من سديم كارينا بيسموه المنحدر الكوني لأضحى تلسكوب هابل سنه 2010 ودي برضه نفس الصوره لكنها اتلقطت امبارح بس بتلسكوب جيمس ويب والفرق بين الصورتين دول مش 12 سنه بس دول 12 سنه و10 مليار دولار وللوهله الاولى هتحس ان الفرق بين الصورتين ما يستاهلش فرق التكلفه ده ولا الانتظار ده كله وان في ابلكيشنز على الموبايل مش بس تقدر انها تعدل من الصوره الاولى وتخليها زي الصوره الثانيه دي تقدر كمان تخلي جودتها احسن من الصوره الثانيه بس انا جاي اقول لك النهارده انه صدقني الفرق ما بين الصورتين يستاهل ويستاهل جدا السديم عموما بيبقى عباره عن سحابه من الغازات اللي معظمها بيبقى هيدروجين وهيليوم والسحابه دي بيبقى قطرها ضخم جدا لدرجه انها تقدر تتخطى مجرات كامله، يعني الجزء اللي انت شايفه ده في الصوره ده عباره عن غازات ومعظمها هيدروجين وهيليوم، ولو خدت بالك هتلاقي ان في مناطق منحوته جوه السديم ده زي المطبات بالظبط عشان كده سموه المنحدر الكوني، وسبب النحت ده ان في المناطق دي تحديدا بيكون كثافه النجوم كبيره جدا وبالتالي درجه الحراره بتكون عاليه وكميه الالترا فيلوت او الاشعه فوق البنفسجيه اللي في المنطقه دي بتكون كبيره والحراره العاليه والاشعه فوق البنفسجيه بيسيروا جزيئات الغاز ويطردوها بره السديم وبالتالي بتتكون المناطق الفاضيه واللي بيبقى شبه النحت ومن هنا بقى جت المشكله سحابه الغاز لما بتكون كثافتها كبيره الغازات دي بتبدا انها تضم على بعضها وتزود الكتله وتتركز اكتر والكتله لما تزيد تزود الجاذبيه اكتر وتبدا تسحب الغازات من حواليها ومع الوقت الضغط والحراره بيزيدوا جوه الغازات دي وتبدا اول مرحله من تكون النجوم بس المفروض انه زي ما قلنا لما الحراره دي بتزيد بتبدا انها تطرد الغازات لبعيد وبالتالي بتفضل منطقه حوالين النجم يعني النجم من اللحظه دي ما بيلاقيش غازات عشان يزود بها من كتلته وحجمه وبالتالي المفروض ان النجم ما يستمرش في النمو وما يتكونش بس الشاهد واللي بيحصل بالفعل ان النجوم بتتكون وموجوده حوالينا في كل مكان ومعنى الكلام ده ان في توازن رهيب بيحصل ما بين الجاذبيه اللي بتكون النجم وبين درجه الحراره اللي بتطرد الغازات لبعيد لكننا برضه للاسف ما قدرناش قبل كده نراقب نجوم بتتولد عشان نقدر نعرف الكلام ده بيحصل ازاي وعشان كده الحل الوحيد اننا نراقب النجوم دي وهي صغيره ونتابعها ونشوف التوازن ده بيحصل إزاي. زي. بس عشان نراقب النجوم دي بنلاقي نفسنا وقعنا في معضله تانيه النجم وهو في بدايته لازم هيكون جوه سحابه الغاز والسحابه دي هتحجب الضوء اللي طالع من النجم وتمنع ان هو يوصل لنا وعشان كده هتلاقي ان الصوره الاولى اللي متصوره بتلسكوب هابل صوره ضبابيه ومش باين فيها نجوم كتير لان تلسكوب هابل بيصور الضوء المرئي نفس الضوء اللي عينك يعني بتقدر تشوفه والضوء المرئي ده بيبقى صعب عليه انه يخترق سحابات الغاز ويعدي منها فكان الحل الوحيد إن اننا نعمل تلسكوب بيصور الاشعه تحت الحمراء لان الاشعه دي هي النوع الوحيد من الضوء اللي يقدر يعدي من سحابات الغاز ومن هنا جت فكرة تلسكوب جيمس ويب اللي قدر انه يصور الصورة التانية ولو خدت بالك هتلاقي ان الصورة دي ظهر فيها كم كبير جدا من النجوم اللي ما كانش موجود في الصورة الاولى والنجوم دي طبعا فيها نجوم صغيرة في مراحل تولدها وكانت مستخبية جوه سحبة الغاز وعشان كده ما تقدرش انك تقول ان الفرق ما بين الصورتين في جوده الصوره او في الريزوليوشن او في الالوان الفرق ان في كم رهيب من النجوم ظهر انت ما كنتش شايفه حاجات كانت مش متشافه وفجاه بقت متشافه وبقى دلوقتي عنده القدره والامكانيات ان يدرسها وهو ده بقى اللي اتصرف عليه ال10 مليار وكل دي طبعا محاولات من الجنس البشري عشان يجاوبوا على السؤال الازلي الكون بتاعنا اتخلق ازاي وهيكون مصيره ايه وده كان تعليقي بناء على طلبكم على اول صوره ظهرت من التلسكوب ولو حابين ان انا اعلق على باقي الصور يا تعرفوني في الكومنتات سلام